مين فينا يقدر يقول إنه في حياته ما قد تعرض للغش، أي نوع من أنواع الغش، أو نضحك عليه خلينا نقولها بالعامية؟ ومن واقع تجربة، معظم الناس اللي يسوون نفسهم أذكياء هم أكثر ناس ينضحك عليهم صراحة. يعني ممكن أنا أسوي لكم إحصائيات بالموضوع هذا. واللي يقول ما قد تعرض للغش أو إنه نضحك عليه، واحد من الاثنين، إما صغير في السن وقليل تجربة، أو إنه عمر كفاية بس إنه ما دقدق ما تحكحك ما طلع ونزل وراح وجا واشترى وحاول، إلا ما تلقى من هو أذكى منك ومن هو ينظر لك بنظرة إنك بيئة خصبة للاستغلال وبيحاول يطلع منك إن شاء الله، لو إن شاء الله بقلم. ونحن ممكن نستسهل بعض الأمور تعدي، حتى لو نضحك عليك تحس إنها مي فارقة معك، لكن في أحيانا استغلال يكون شيء كبير ما وراك ودونك. هذا شخص هولندي طموح اسمه فان كلويفرت، نشأ وهو من عشاق الزراعة، وكان يحلم في يوم من الأيام إنه يمتلك مزرعة يقدر ينتج منها أكبر قدر من ممكن من المحاصيل ويبيعها. لكن هولندا أراضيها مي خصبة زي بعض الدول، فاكتشف إنه جنوب أفريقيا فيها أراضي خصبة، وربما هي الأرض الحلم اللي يقدر يبدأ منها مشروع حياته. فقرر أن يضحي بكل ما عنده، باع اللي وراه واللي قدامه، وفعلا هاجر إلى جنوب أفريقيا ولقي له أرض كبيرة واشتراها، وكان يعتقد بأنه من هنا حينطلق نحو العالمية ومن هنا حيبدأ مشروعه. يوم جاء في دراسة الأرض وإيش تحتاج ما تحتاج، اكتشف بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال وغش، لأنه الأرض طلعت بور ولا تنفع للزراعة أبدا. اضطر أنه ينصب خيمة في وسط هذه الأرض وينام فيها. فأثناء نصبه لهذا الخيمة مر واحد ساكن في منطقة قريبة، قال له إيش عندك هنا؟ قال له يا حبيبي هذه أرضي وبنام، خير تقدر تنام وتأخذ راحتك وأرضك، ما حد قال شيء، ولكن انتبه بحكم أن ساكن قريب من هذه المنطقة، أعرف أنه هذه المنطقة وهذه الأرض تحديدا مليانة أفاعي وحياية، وممكن تفقد حياتك لمجرد نومك في هذا المكان. جاءته فكرة وليدة اللحظة، ربط الأمور مع بعض. الأرض مليانة أفاعي، الرجل يقول انتبه ترى الأفاعي سامة، قال ليش أنا ما أستفيد من الأرض اللي موجودة وأخذ أنواع الأفاعي المختلفة السامة واستخرج سمومها وأسوي أمصال. فعلا نفذ الفكرة، بدي يكبر المشروع معه إلى أن وصل أصبح عنده شركة، شوية شوية صار يملك أكبر شركات العالم في إنتاج الأمصال ضد سموم الأفاعي. وتحقق إنجاز، ما أقدر أقول حلم لأنه ما حلم فيه أبدا، لا كان على البال ولا على الخاطر. إذا تقفل في وجهك باب، الله سبحانه وتعالى يقدر يفتح لك 1000 باب. ودائما اختيار الله هو الأفضل، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وكل إنسان عنده حلم وده يصل ويكد ويشتغل ويتعب ويبذل جميع الأسباب، إما أن يصل إلى هذا الحلم أو شيء مساوي أو حاجة أفضل، لن يخيب الله نفس متعلقة بالله ومؤمنة بأن الله قادر على كل شيء. إنما أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. لن ينتهي حلمك إلا إذا توقفت عن البحث عن السبل والطرق اللي توصلك إلى هذا الحلم.